انت حلوة وحابة تكوني أحلى، تمحي آثار الزمان والأيام، عندك مشكلة وبدك تلاقي لها الحل؟ أنا ليلى عبيد بهديكي وبهدي المكتبة العربية كتاب طبيعة أجمل من حواضر البيت وخيرات الطبيعة، وكتاب خلطات شرقية من سحر الشرق وعبق تاريخ بلداننا العربية، بقيت ملونة من وصفات جمالية للمرأة الشرقية. يا أحلى ما قيل بالحسن والجمال وجاذبية الزمان. خبيرة التجميل والمكياج والموضة وكل شيء له علاقة بالجمال، الست ليلى عبيد موجودة معنا هلأ حتى تعطينا أفكار ونصايح من خبرتها الواسعة بهالمجال. أهلا وسهلا فيك يا ست ليلى. شكرا، أنا اشتقت لك صبي لونتون. صحيح، نحن اشتقنا لك كمان، وعلى الهواء قولي عم نشوفك بالقليل مرة بالأسبوع، ولكن دايما في أسئلة، دايما في مواضيع ممكن نطرح عليك حتى نستفيد مثل ما قلت من خبرتك الواسعة بهالمجال اللي نحن هلأ بحاجة لها كثير، لأنه مع اقتراب موسم الأعراس والمناسبات الكبيرة والمناسبات الخاصة كتار منا منركز على يمكن التياب والأحذية والأشياء يمكن لازم نفكر فيها سنوياً بعد ما نفكر ببشرتنا وغير أمور أساسية. صراحة هي المناسبات الخاصة بتضيعنا شوي، يمكن بتوقعنا، منوقع مثل كيف منوقع بفاشن فيكتم لما بكون كتير بحب الموضة، بروح بأشياء تيرجي بس ما بتلبق لي. صحيح، أو بتعديلات بالوجه بزيدة، بنفخ زيادة، بزيد بالبوتوكس، بزيد بالميكاب. الفاشن فيكتم هو بيوقع أكتر شيء لما في مناسبة، وبصير مش عارف شو بده يعمل. حتى الخزينة بنصير نجرب نلبس كل الخزينة لحتى نقول إنه يمكن نكون أحلى. بدنا نرجع لكوكو شانيل لما قالت 5 minutes قدام المراية هن الأكفل إنه نكون نحن الأجمل، هن كفيلين إنه يساعدونا نكون جميلين أكثر، لأن كل ما نوقف قدام المراية ونجرب نشتغل أكثر كل ما حنتبشع. ولكن البشرة بالعكس، البشرة بحاجة لتحضيرات كثير، الجسم بحاجة لتحضيرات. كل جزء من هالإطلالة اللي نحن رح نطل فيها بحاجة لحتى نهتم فيها. يعني مثل ما منركز على توتال لوك لما منظهر بمكان، كمان بدنا نركز على توتال بادي. أكيد، وهون لما في مناسبة دايما بقول شو لازم أعمل، أو كون بعمل نتواياج أو كون سوان دو فيزاج، شو الصح؟ هو البداية إنه نكون نوضع نفسنا بين أخصائية تكون متمكنة إنها تقلنا شو اللي يلي لازمنا. إذا نتواياج ليش؟ لأنه في بلاك هيد، لأنه المسام مسكر، لأنه بدي ساعد المسام الكلوجد إنه يفتح، لأنه الخلية الميتة لما في احمرار أو فشيت أو بقعات أو تبقع، أو بكون مش عارفة شو الشكل الحاجبي المزبوط، شو الأشياء يلي بتساعد لحتى أكون عم باخد هالطلة الحلوة. إذا منطلع بصور يلي رح نبتدي نشوفهم اليوم بيساعدونا لحتى نتعرف شو الشيء اللي لازم أعملها بالمركز، وخاصة بهالفترة بحد ذاتها يلي هي بتساعدنا أنه نلتقط الخلية الميتة قبل ما يخلص عمرهم، لأنه مثل ما منعرف 30 يوم هو الفول سايكل للخلية الخلية التجديد الخلية أنها تظهر على لها السبب الجنة. نسمع أنه لازم نعمل سوان دو فيزاج مرة بالشهر. صحيح، يلي هو 4 ويكس يلي هني تنشجع الخلية يلي عم تطلع لبرا قبل ما تموت، ونكون ساعدنا انه يصير في تجديد خلية اقوى. وهون منشوف هيدي العلاجات بعض منها يلي بيتم الاهتمام فيها بهالمرحلة بالذات، شو اللي انا بحاجة له، بحاجة اني اعرف شو الفاونديشن الصح، شو الشكل الحاجب المزبوط. ما في ما بلش ميك اب ما اتعرف على الفاونديشن، لانه مثل ما بيسموه كريم الأساس، كان في ناس يضيعوا بين كريم الأساس يفكروه الباز. هو الفاونديشن عن جد لازم نفكر بأي نوع، سو فورم دو كوا، مات، كريمي، ريتش، حسب نوع بشرتنا كومباكت، حسب نوع بشرتها. وهيدا يلي بيساعد للإطلالة من بعد ما نكون حضرناها بعلاجات خاصة. العلاجات الخاصة اللي عم نشوفها هلأ كتير، ومن بيناتها التتواج. إذا عندي مناسبة وبدي يكون كتير ناتشرال، ما كتير بلون حواجبي وبجرب ما أعرف رسمتهم الحقيقية يلي بتليق لتكوين الوجه ومقاساته، هون بيكون التتواج بيلعب دور. المساجات الخاصة يلي بتشيل
الستريس، لانه شو ما عندنا مناسبه اذا الستريس كثير ظاهر على وجهنا على كل تفاصيل النظره يلي بتخلينا نبين اننا تعبانين، بينقص اللوك. وبذات الوقت امور كثيره مثل ما عم نشوف بتساعد انه نوصل لحتى نقدر نحدد الاطلاله كيف بدها تكون وتكون باحلى اطلاله، حتى الايدين اذا فرنش ولا دارك اظافر، هون عم نحكي كل هالاظافر لها كثير دور لان هن بيعطوا الاطلاله الكامله. حتى في مقوله بتقول بنبتدي من الشوز لحتى تكون الاطلاله بيرفكت، وهذا الشيء بينطبق عند الرجل كما عند المراه. والحديث عن الساعه انها بتقدر تحلي، اكيد كل شيء بيضوي وبيحلي بتفاصيل معينه عند الإطلالة له موقعه. وهذا الشيء مش لازم نقول إنه الساعة هتحلي وجهي، ولكن بتحلي الإطلالة. نعم. مش الشوز هيكون لهم دور على أي موقع، غير إنه لهم دور إنه يكملوا الإطلالة، مش كون عم بيهتم بالتوب بارت وأعمل بقية الأقسام يلي هي بحاجة. لكن هالأمور ما إلها معنى إذا الأساس ما موجود، اللي هو نرجع على البشرة. صحيح، وهون البشرة والحالة النفسية كمان بتلعب دور. ست ليلى، أنا بقول إنه ما فكر بس بالنتواج إني راح أعمل شيء كتير مهم، فكر إنه هالساعة وقتي لإلي just for me، عم حدد وقت لنفسي لحتى اريح حالي، راحة نفسية، ميوزك حلو، بس ما عاد الفيشل للكريم والستيم، ما عاد نقول نايسيتي، بدنا نقول نيسيسيتي. يعني انه اتس نايس اني اعمل فيشل او سوان، لا sometimes it's a necessity. هالأمور كلها أي متى نايس ولا مقبول ولا مش لازم. هلا necessity بالقليلة مرة بالشهر قلنا، ولكن في ناس كمان معقول تزيدها ست ليلى، بيعملوا كل جمعة نتواياج. صحيح، ويمكن يكون في أكني، وهون دور الطبيب إنه يتدخل وما يكون في دور للأخصائية التجميل، أو بالعكس بيساعد الطبيب مع الأدوية اللي بتكون عم موصوفة وعم يتم استخدامها بالروتين اليومي، إنه يتم تنظيف هالمسام من الكلوكت بورز يلي مسكرين بالبلاك هيدز او بالكوميدنز او بس في خليه ميته. هيدا كله بيساعدنا انه نقدر نعمل هالاطلاله اللي فيها راديانس. التشارم مهم كثير للكاركتر، الجلامور لنظره العين، اما مرايتي هي هالهيلثي لوك اللي بيكون عم بتمتع فيه ببشرتي، بأطلالتي. خلينا نشعر بالثقة بالنفس. صحيح، نكون لوحدنا عم ننظر للمراية. أنا رولا أول ما شفتك اليوم شفت تغيير شوي، إنه يمكن هايلايت شوي قديم الشعر من قديم، شو عطى للوجه؟ ضوى الوجه، ساعد إنه الإطلالة يكون فيها شيء سبيشل. حلو يكون في عنا شيء بيميزنا، يعني يقول بيشبه لون شعر رولا، هيدا شيء حلو. أو طريقة اللي بتمكيش حالها فيها رولا، ليش بقول هيك؟ لأنه عرفت رولا وين هي الأجمل، وين بتقدر تبرز جمالها. هيدا الأمور لأنه اللوك تبعك أجنبي، دايماً بتحافظي على الألوان يلي هي يوروبيان أكتر، بمكياجك بلبسك، هيدا إشياء كتير بتلعب دور. بدي أقرر أنا مش بس بأي فصل، مش بس أنا بأي وضع، أنا بشو برتاح وستيلي شو؟ ستيلي أورينتال، ستيلي يوروبيان. أنا هيك كتير إنسان بحب إنه يكون عندي هيك تاتش خاص، أو بحب كتير اللوك يلي عنده ستيتمنت أو في تويست معين. التويست هي يمكن بأمور صغيرة، بطريقة لبسي، بتشوز، بكتير أمور. لازم نقول إنه ما في جمال بيرتكز على شغلة واحدة بس، الجمال بيرتكز على باكج كبيرة، وهالباكج الكبيرة بنوصل لها. لازم نقول إنه ما في نتواياج هلأ من دون مساعدة اللاد، من دون مساعدة التقنيات الجديدة حتى، أكيد. وهيدي كلها بتساعدنا إنه يصير في نتائج أحلى. وإذا كان في نتواياج في يتبع بتريتمنت قد يكونوا مرة بالأسبوع، وهنا عم نحكي بالبيت، مش ضروري نلجأ لخبير أو خبيرة بالبيت وبالمركز التجميل. ليه هالشي؟ لأنه إذا كنت بدي أفكر بالأوديو بوسيت،
فيها الخزين يلي بخزن كل هالصحة يلي منشوفها بالجلد. لما منا نتعب، لما منمرض، منمرق بمشاكل، منمرق بسترس، قلة نوم، كله بيضعف. منا نرجع طوطة أوقات حقيقة بدنا نرجع نقوي هالخزين، بدنا نرجع نقوي الـ ATP أي الأدينين تريفوسفات يلي هو بيجي من الروتين اليومي، من التريتمنتس يلي بعملها بالبيوتي سنترز يلي بتساعد تبقى الماسكات والتريتمنتس مجهزة إنك داعم مكونات الجلد وتعطي على سطح الجلد الإكلاء. إذا كان في تصبغات بتم التقاط هالخلية بآخر عمرها لحتى ترجع تتجدد الخلية إذا المسام مسكر وعم تبين الجلد دال. وفي شيء كتير أساسي أقوله بأهم شيء بحديثنا، دايما الجفاف هو الباب والمفتاح للتجاعيد. باب مفتوح على مصراعيه هو المفتاح اللي بيقول اهلا للتجاعيد. ومشكله سهله كثير حلها، بدها شويه اهتمام ترتيب، مش اكثر. ترتيب بسيط، حمايه. انا بقول انه اذا ركزنا على التنظيف، اي التنظيف اليومي صباحا ومساء، تنظيف بالمركز مره بالشهر، ترتيب ان كان بالمنزل من خلال المرطبات يلي بنحطها على سطح الجلد ويلي هي بتستميل الى بعض اعماقه اذا استخدمنا السيرومز، والوقايه ان كان من الحجاب كحجاب واقي او انه نحن نتوقع. مش دائما اتكل على اني احط سان فلتر بروتكشن او سان سكرين، بدي اتكل شوي كمان على تفكيري انه انا ليه بدي اقعد بالشمس باوقات معينه. باوقات معينه يلي هي منا يلي هي عموديه بحد ذاتها، وهلا ما لها فوائد ابدا، ما لها فوائد، وغير انه تحترق الجلد وتنقص مكوناتها وتتصبغ. والاسم الثاني نيوتريشن، التغذية. نعم. بدي غذي من الداخل. صح. وبدي غذي بشرتي إن كان بالمركز بعلاجات مغذية، إن كان بالمنزل بالعلاجات اليومية يلي هي كريم دونوي والسيرومز، وبزيت وقت الماسكات يلي حكينا عنها بحلقات سابقة قديم مهم الماسكات إن كان طبيعية أو نحصل عليها أو كمان نحصل عليها من الكوزمتكس. وبزيت الوقت كنا بالماضي نقول ديسكواميشن، شوية سكراب، بيلينج أنزيماتيك، كنا نقول مرة بالشهر، ما عادت هيدي، صرنا عم نعمل بيلينج بالبيت، نستعمل كوجيك أسيد، ريتينويك، جلايكوليك، لاكتيك، فيتامين سي، كل هيدي بتجدد الخلية وبتعطيها نشاط. وهون بيصير إني من وقت للتاني ساعد هالإشياء لحتى يضل في عندي نظرة. المرأة كمان أو الصبية هي تعرف لشو بحاجة، يعني هي تعتني بنفسها. صحيح، وهون بيجي دور إنها تعرف إنها لازم ضروري تحط النايت كريم لما بيكون وجهها حاسة تعبين وعندها مناسبة لتقوم من على بكرة، لأنه عمل الجلد هو عملية الكرينوبيولوجي بتصير بالليل، وكريم حول العينين ولازم للرجل والنوم والغذاء اللي كنا عم نحكي عنه، غذاء الروح الجسدي، الستريس والأكل، الحمية الصحيحة، وللرجل كما للمرأة. أنا بحب أقول بنهاية الحلقة شيء كتير مهم، ما نهمل الكريم حول العينين، لأنه العين هي اللي بترمي. هذه للرجل موجهة اللي بيعتبر حاله منه بحاجة، وخاصة وجودهم قدام الكمبيوتر، الستريس اللي بيمرقوا فيه، الأرق اللي الكل بيمرقوا فيه، لازم نركز على كريم حول العين. حلو كمان يروحوا ككابل أوقات ليدللوا نفسهم سوا. حلو، وبزيت الوقت حلو كمان الشريكة تهتم بالشريك، وهيدا شيء حلو كتير، مثل ما الأم بتهتم ببنيتها، حلو هالعيلة يكون في هيك مثل ما منقول برمضان لما بتجتمع العيلة، بالأعياد بتجتمع العيلة، حتى وين وي كير ونعمل هوم كير، نعمل نخصص يوم جمالي طويل للعائلة وللزوج. نهاية المرأة بتنجذب لرجل بيهتم بحاله من هالناحية، وحقيقة هيدي كلها بتوقع ضمن خانة النظافة والترتيب يلي الإطلالة تكون مرتبة إن كان للرجل أما أو للمرأة، هي إطلالة مرتبة، وهون نحن دايما عنا التفاتة لها. يعني إذا تبعنا جزء أو كتار من هالخطوات اللي كتار منها بسيطة ست ليلى، بنرجع على كلام كوكو شانيل، مش رح نعوز أكثر من 5 دقائق حتى نكون بأجمل طلة. وحقيقة لما منكون بيان سوانيي، لما منكون عنا
اهتمام خاص ببشرتنا لما بنحط ميك اب. مش هيك انا فرجيت الفاونديشن، فرجيت انه عم فرشح واجبي وعلمهم شوي، بكون هيدي اياها. ولكن اون فام سون روج ا ليفر كوم اون فام سونوم، انا هون بدي انه تحط شوي لانه هيك بيجي نيود ليبستيك قبل ما تظهر لتحس حالها دائما الاحلى. أنا بشكرك على هالمعلومات ست ليلى، وبدي علي على اللوك إنه ذكرتينا بنجمات هوليوود من الأربعينات والخمسينات، كتير حلو. بنشوفك أكيد باللوك جديد مع أفكار جديدة الأسبوع القادم. أنا بس هيك شوي قصيت شوي هيك تغيير. ثانك يو، ثانكس على كل شيء. وقفي مشاهدينا وحلقتنا بتكمل.